مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وشعارات ابناء القبائل وسن الحيل والزمول، وعلى بركه الله ينطلق الشوط الحادي عشر الخاص للحيل من مسافه 6 كيلومترات نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز والبداية، أول الأسماء وجود بشعار حمد بن سعيد بن صالح الشرقي المري، يتقدم مع وجود من تتواجد على الصدارة وعلى أول الأسماء وأول الانطلاقات. ثاني الأسماء وصلت مزوم بشعار راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، يتقدم مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت القادمة والمنطلقة الظبي بشعار محمد بن داري بن عبد الله الهامري، يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت القادمة برقية بشعار راشد بن حمد بن راشد آل عبير المريزيق، يتقدم مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت هماليل بشعار حمد بن سالم بن حمد المري، يتقدم مع خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة، ولنا عودة مع البداية مع أول الأسماء. غير شعار بن حتروش إلى البداية وإلى الصدارة، يقير مع مزون راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا من الجانب الآخر تتقدم وجود بشعار حمد بن سعيد بن صالح الشرقي، وتعود إلى الصدارة وجود تعود إلى البداية بشعار حمد بن سعيد بن صالح الشرقي. ثالث المراكز وثالث التحديات القادمة الظبي محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي، يقدم لنا هنا الظبي مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت القادمة سدرة بشعار محمد بن عبد الله بن أحمد الخاطر، يتقدم مع رابع الأسماء. خامس المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هماليل بشعار حمد بن سالم بن حمد المري، يتقدم مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. سن الحيل والزمول، سن الكبار، وشعارات أبناء القبائل تنطلق في هذا الصباح. نعود إلى البداية، إلى أول المراكز وإلى أول التحديات. وجود حمد بن سعيد بن صالح الشرقي، يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات، مستلم زمام الأمور ويقدم لنا وجود ثاني الأسماء القادمة والمنطلقة. مزون راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، يقدم لنا وجود مع ثاني الأسماء أو مزون مع ثاني التحديات. ثالث المراكز الظبي، تتقدم الظبي بشعار محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي مع ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع الأسماء القادمة والمنطلقة، وصلت القادمة وصلت القادمة والمنطلقة القادمة. هناك سدرة محمد بن عبد الله بن أحمد الخاطر، من يقدم لنا سدرة مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصل شعار الصعاق، يتقدم أيضا هنا هماليل بشعار حمد بن سالم بن حمد المري، يقدم لنا هماليل مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ولكن أعود مع البداية مع الصدارة، هناك مزون غيرت إلى البداية ومنتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي، ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة، والبداية والمقدمة هناك.
كمزون راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري يقدم لنا مزون مع أول الأسماء وأول الشعارات، ثاني الأسماء ثاني التحديات. هنا مثلث ذهبي ما بين مزون وأيضا وجود وأيضا هناك الظبي. مزون على البداية بشعار راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري يتقدم مع أول المراكز، ثاني الأسماء من الجانب الآخر الظبي محمد بن ثاني بن عبد الله الهامري يتقدم مع الظبي مع ثالث أو ثاني الأسماء ثالث المراكز القادمة والمنطلقة. وصلت وجود حمد بن سعيد بن صالح الشرقي يتقدم مع ثالث المراكز رابع الأسماء هماليل بشعار حمد بن سالم بن حمد المري يتقدم مع ثالث المراكز رابع الأسماء القادمة هماليل حمد بن سالم بن حمد المري خامس المراكز وخامس التحديات. وصلت القادمة سدرة بشعار محمد بن عبد الله بن أحمد الخاطر مع خامس الأسماء. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ونعود مع البداية، الظبي تسللت وانطلقت مع الصدارة لائحة الاثنين كيلومترات، ما تفصلنا عن الفوز وعن الانتصار. الله الله الله، الظبي محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي يتقدم مع الظبي مع أول الأسماء ثاني المراكز مزون راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، ثالث المراكز وجود حمد بن سعيد بن صالح الشرقي، رابع المراكز من أتتنا من الصفوف الخلفية قادمة من أجل الفوز من أجل الانتصار. من بدأت تسللت من مركز إلى مركز وعينها على الصدارة. وصلت جزلة، جزلة بشعار راشد بن بطي الزعبي يقدم لنا جزلة، الشرس يحضر مع جزلة وغيرت من مركز إلى مركز واستلمت زمام الأمور. جزلة جزلة تغير راشد بن بطي الزعبي، الشرس يحضر مع جزلة مع البداية ومع أول الأسماء. ثاني المراكز القادمة وجود حمد بن سعيد بن صالح الشرقي مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز، ثالث المراكز مزون راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، ورابع المراكز القادمة والمنطلقة الظبي محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي، وخامس المراكز الله يا هماليل حمد بن سالم بن حمد المري. ولكن الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير تستفتح أبوابه جزمة الزعبي مع البداية مع أول الأسماء. راشد بن بطي الزعبي يتقدم مع هذا الأداء المميز ويقدم لنا جزلة مع البداية مع أول الأسماء. راشد بن بطي الزعبي ثاني الأسماء. وصلت القادمة مزون راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري مع ثاني الأسماء ثالث المراكز. هناك وجود حمد بن سعيد بن صالح الشرقي ثالث المراكز القادمة. وزن عبد الله بن علي بن راشد المري يقدم لنا وزن مع ثالث الأسماء. جزلة مع البداية، جزلة مع المقدمة، راشد بن بطي الزعبي يقدم لنا جزلة. ثاني الأسماء مزون راشد بن علي بن حمد بن حتروش ثالث المراكز. وزن عبد الله بن علي بن راشد المري، ولكن جزلة 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 ووزن اللحظات الأخيرة. جزلة مع البداية، راشد بن بطي الزعبي يقدم لنا جزلة. وزن عبد الله بن علي بن راشد المري اللحظات الأخيرة، جزلة ووزن. الله الله الله، جزلة جزلة وزن وزن وجزلة اللحظات الأخيرة، جزلة ووزن. الله الله، بن كيم وبن بطي اللحظات الأخيرة، وزن جزلة 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 مع الفوز، جزلة مع الانتصار. صاحبة العوايد تهانينا والناموس، صاحبة العوايد وفي رصيدها خمس سيارات. تهانينا والناموس لراشد بن بطي الزعبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، على فوز جزلة. ثاني الأسماء وصلت. وزن بشعار عبد الله بن علي بن راشد المري ثالث المراكز.
ثالث المراكز نجوم بشعر راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، ورابع المراكز برقية بشعر راشد بن حمد بن راشد آل عويري المريزيق، وخامس المراكز وجود حمد بن سعيد بن صالح الشرقي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة. ها هي جزلة الزعبي راشد بن بطي الزعبي الشرس يقدم لنا جزلة صاحبة العوايب. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وسعد الله صباحك يا ابو بطي. التوقيت الزمني 9:32 و75 جزء من الثانية. تهاني والناموس لراشد بن بطي الزعبي الشرس، وايضا المغامر سعيد بن بطي الزعبي. ثاني الاسماء وصلت وزن 9:33 و7 اجزاء من الثانية. تهاني والناموس لعبد الله بن علي بن راشد المري بن جهيم من اتى على ثاني الاسماء. ثالث المراكز نزول، والتوقيت زمني 9:35 و13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن علي بن حمد بن حتروش المري.